يوم 17 من آذار مارس الحالي وصل إلى أكاديمية سباير وفد من أكاديمية فالنتينو روسي لقيادة الدراجات النارية VR46 مؤلف من لورنسينو بالداساري، فرانكو مورديبيلي، نيكولاس بوليغا، رومانو فينياتي، ونيكولو أنتونولي، وأندريا ميخانو، وفرانسيسكو باغانايا. كان باستقبالهم مجموعة من مدربي أكاديمية سباير صحبة تشافي هرنانديز لاعب منتخب إسبانيا ونادي السد القطري. انتقل الجميع إلى ملعب القبة المغطاة حيث التحق بفريق أكاديمية VR46 نجم العالم لرياضة الموتو جي بي وقائد دراجة موفيستار ياماها فالنتينو روسي الذي يتواجد في قطر للمشاركة في جائزة قطر الكبرى الجولة الافتتاحية لكأس العالم للدراجات النارية. هذا اللقاء كان لإقامة مباراة ودية بين أعضاء أكاديمية VR46 ومدربي أكاديمية سباير، وهي حلم من أحلام فالنتينو روسي طبعاً فريق الأكاديمية سباير بقيادة تشافي هرنانديز. وكانت 30 دقيقة هي عمر المباراة التي لعبها الفريقان أمام حشد من طلاب الأكاديمية الذين شجعوا نجمهم المفضل ومدربيهم أمام فالنتينو روسي وفريقه. في الشوط الثاني تبادل الفريقان لاعبيهم للمشاركة واللعب إلى جانب النجوم، حيث انتهت المباراة لصالح فريق تشافي ومدربي الأكاديمية بنتيجة 4-2. فالنتينو روسي قال عن هذه المباراة التي فاز فيها تشافي: إنه شرف كبير أن أكون على نفس الملعب مع تشافي، وذلك لأنه واحد من أهم اللاعبين الكبار. إنه شعور رائع، ولكن عليه منافستي بطريقة أخرى وهو قيادة الدراجات النارية. فيما رد تشافي على روسي: إنه شرف لي أن يسألني فالنتينو إقامة مباراة ودية ضدي أنا ومدربي إسباير. إنه امتياز، خاصة وأنه رياضي على المستوى العالمي. ثانيا والجميل أيضا أن يكون هنا في أكاديمية إسباير. لقد قضينا وقتا ممتعا، وإنه حق لشرف كبير لنا.